رغم من يقول أن ما شاء الله هي لكي لا تحسد نفسك، أما لغيرك لا تقل ما شاء الله بل قل تبارك الله، كل جائز. وما معنى ما شاء الله؟ معنى ما شاء الله في هذا الموطن أن الله سبحانه وتعالى ما دام قد شاء أن يحدث ذلك لابد وأن يحدث، والحمد لله. ولا قوة إلا بالله، لم تكن لي قوة على تحصيل ما حصلت إلا لما قواني الله. فإسلام واستسلام.